السلام عليكم. في الفيديو ده انا هشرح الـ Elastic Deformation of an Axially Loaded Member، او التشوه المرن للعناصر المحملة محوريا. طيب خلينا نبدأ كده نشوف لو انا عندي رد. الرد ده متثبت من ناحية زي اللي شفناه في الفيديو ده قبل كده، ومعرض ل tension force في الاتجاه ده. اللي هيحصل ان الممبر هيطول مسافة، خلينا نسمي المسافة دي هي دلتا. طيب على افتراض assumption ان الماتيريال اللي معمول منها الرد هي إلاستيك ماتيريال، والأسامبشن التاني ان احنا هنجلكت البواسون إيفكت. ايه بواسون إيفكت ده؟ هنشوفه بعد كده. بس الفكرة انك لما بتشد الالمنت ده، المفروض اللي بيحصل ان الديامتر او كروس سكشن اريا بتاعته بتقل، واللينث بتاعه بيزيد، بحيث ان هو يفضل constant volume. بس احنا في الـ engineering application والتطبيقات الهندسية بتاعتنا هنهمل ايه الـ effect بتاع الفوسون عشان نقدر بس نحسب، لانه بيبقى صغير جدا. تمام، يبقى انا عندي هنا مسافة دلتا. خلينا نقول ان لو انا عندي الطول بتاع الممبر بتاعي، الطول ده L، والبوينت اللي هنا دي هسميها بوينت B، والبوينت اللي هنا دي هسميها بوينت A، والماتيريال اللي معمول منها اللي هي قلنا إلاستيك ليها يانجز مودولوس اللي هو E، أو المودولوس أوف إلاستيستي. الرول اللي موجود عندنا بيقول إن الـ relative displacement اللي هي دلتا للنقطة A with respect to، بالنسبة للنقطة B، هتكون بتساوي P في L over E A. P هو الـ internal resultant فورس، اللي هي نورمال فورس بتاعتي، نقول انها النورمال فورس. على افتراض ان ال P هتسبب elongation، يعني هتسبب tension، يبقى ال P لو هتعمل لي elongation في الممبر بتاعي فتبقى قيمتها positive، يعني لو tension هتبقى قيمتها positive، ولو عملت لي contraction يعني ضغطت القطاع بتاعي فتبقى نيجاتيف، قيمتها بالنيجاتيف. تمام، خلي بالك انها الانترنال ريزلتنت نورمال فورس. ال L، ايه ال L؟ هي الديستنس، المسافة من نقطة A لحد نقطة B، اللي هي عندها constant P، constant load، constant Young's modulus، و constant area cross sectional area. يبقى هي عندها ال constant P و E و A. ال E ده اللي هو Young's modulus، وده بيعبر عن الماتيريال اللي مصنوع منها الاليمنت، وكل ما ال E زادت كل ما بيعبر على قد ايه الماتيريال بتاعتي قوية. لو تفتكر الرول بتاعنا كان ال stress على ال strain بيساوي Young's modulus. تمام، ايه الـ A؟ الـ A هو الـ cross sectional area، اللي هو الـ section بتاعي اللي هنا، سواء بقى كان مستطيل او دايرة او ايا كان الـ cross section، بس المهم يكون العنصر بتاعي والـ element بتاعي prismatic، اعرف اشتغل. حلو،